صباح الخير لكم من النمسا، وأرحب بكم ثانية. وعندنا اليوم فيديو جديد، وقد نقلت لكم الصور من الفيديو السابق لكي نتعرف عليها أكثر ونتعلم من هذه الصور الكثير. بصراحة عندنا موضوعنا هنا Fragen und Antworten. Fragen und Antworten، إذا أسئلة وأجوبة. عندنا سؤالين أو ثلاثة أسئلة ممكن أن نتعلمها من هذه الصور، وأيضا هذه الأسئلة يعني مهمة جدا في حياتنا اليومية، حيث ممكن أن نسألها للآخرين ونبدأ بها المناقشة مع الآخرين والحوار، وهكذا يعني ممكن أن يتعلم الإنسان التكلم والتحدث بدون خوف مع الآخرين. إذا السؤال الأول هو Was machen die Menschen auf den Fotos؟ إذا عندنا أداة استفهام وهي Was، ماذا؟ إذا Was machen die Menschen، ماذا يفعل؟ machen يفعل، die Menschen الناس، ماذا يفعل الناس؟ أين يفعل الناس؟ auf den Fotos، في هذه الصور. إذا عندنا هنا جمع S Fotos، هي فوتو واحدة Fotos. وربما يقول أحدكم لماذا den وليس دي Fotos؟ صحيح، الجمع أداة الجمع نقول لها دي، ولكن هنا هي مجرورة بحرف الجر auf. إذا auf den، den تستخدم للجمع إذا كانت مجرورة بحرف الجر، إذا auf den Fotos. إذا السؤال Was machen die Menschen auf den Fotos؟ ماذا يفعل الناس في هذه الصور؟ سؤال مهم جدا. سؤال ثاني، وهنا يعني نخاطب الشخص الثاني المفرد، يعني لا نقول Was machen Sie، نقول Was machst du gern. إذا عندنا كلمة gern معناها يعني بسرور. إذا السؤال Was machst du gern؟ ماذا تفعل أنت؟ دو، أنت الذي أعرفك، أنا مثلا ربما صديق أو معرفة أو نسكن معا في المحلة أو نرى بعضنا البعض، نسلم على بعضنا البعض، إذا شخص معروف، أنت شخص معروف، لذلك أخاطبك بالشخص الثاني المفرد وأقول Was machst du gern؟ إذا ماذا تفعل بسرور؟ مثلا أنا أقرأ الصحف بسرور، أنا أستمع إلى الأخبار بسرور مثلا. سؤال آخر Was machst du nicht gern؟ إذا السؤال الثاني هو عكس السؤال الأول. السؤال الأول ماذا تحب أن تفعل بسرور؟ ماذا لا تحب أن تفعل بسرور؟ Was machst du nicht gern؟ وشاهدوا هنا كلمة nicht هي للنفي، وجاءت قبل كلمة gern، هذا شيء مهم. إذا nicht مكانها قبل كلمة gern. Was machst du nicht gern؟ زين، للإجابة على السؤال الأول والذي كان Was machen die Menschen auf den Fotos؟ مثلا نقول على هذه الصورة الجميلة Das Mädchen hört Musik. Das Mädchen hört Musik. Das Mädchen معناها الفتاة، أو مثل ما نقول في العراق هاي البنية، البنية بالضبط. والبنية هنا أو الفتاة هنا محايدة، إذا هي ليست، لا تأخذ أداة الفيمينا المؤنثة وإنما تأخذ المحايد تاس. أين ميتخن؟ تاس ميتخن. إذا تاس ميتخن هي الفاعل سوبيكت، هيرد الفعل، موزيك هو المفعول به. إذا هيرد موزيك، هذه الفتاة تستمع إلى الموسيقى. تاس ميتخن هيرد موزيك. للإجابة على بقية الصور ننتقل أو للإجابة على السؤال الأول ننتقل إلى الفيديو القادم، ثم نعود لهذه الصفحة لنجيب على السؤال الثاني والثالث. إذا ننتقل إلى الفيديو الآخر.
عندنا الفيديو الآخر نفس الصور ولكن في أماكن مختلفة. Beispiel setze. Beispiel هو مثال. Setze هي جمع كلمة Satz. Satz معناها جملة. Setze جمل. إذن أمثلة جمل أمثلة auf Frage und Antworten. على الأسئلة والأجوبة التي كانت في الفيديو السابق. إذن عندنا جمل مثال أمثلة جملية على السؤال السابق. عندنا نمر 1 هنا نقول قلنا سابقا Das Mädchen hört Musik. Das Mädchen hört Musik. وقلنا Das Mädchen فتاة أو صبية أو بنية مثل ما نقول مثل ما نقول في العراق وهي محايدة. إذن ein Mädchen, das Mädchen. Das Mädchen hört Musik. تستمع للموسيقى. نأخذ نمر 2. Die junge Dame läuft. Die junge Dame. الدامة هي سيدة. Die junge الشابة. السيدة الشابة. Läuft. Läuft هو يعني تصريف ثالث التصريف الثالث من فعل laufen. Laufen قلنا أو يوجن يعني يهرول يجري. إذن السيدة الشابة تجري. السيدة الشابة تجري. إذن أين هذه الصورة؟ هذه هي السيدة الشابة تجري وكأنها قطعت 3 كيلومترات ولم يبقى أمامها إلا 3 كيلومترات أخرى. شاهد الصورة هي في قمة نشاطها. إذن دي يونجي دامي لويفت. إذن ماذا يحدث في هذه الصورة؟ السيدة الشابة تهرول أو تجري. نأخذ نمر 3. دي فاميلي. إذن العائلة ماخت هي تفعل. العائلة تفعل. باس ماخت سي أينن أوسفلوك. Einen Ausflug. إذن في هذه الجملة قواعديا عندنا حالة أكوزاتيف هنا. قلنا Einen Ausflug. لماذا؟ لأن Ausflug مذكر اسم مذكر. Der Ausflug. Ein Ausflug. Der Ausflug. إذن Einen Ausflug. Was macht die Familie? لو سألنا سؤالا Was macht die Familie? Die Familie macht Einen Ausflug. إذن عندنا هنا حالة أكوزاتيف يعني المفعول به المنصوب. لماذا هو منصوب؟ لأن استخدمنا فعل ماخن. إذن دي فاميليا ماخت أينن أوسفلوك. أين هذه الصورة؟ هذه الصورة شاهدوا هذه العائلة وربما وصلت إلى منتصف الغابة ولم يبقى أمامها الكثير. ننتقل إلى نمر 4. دي كيندر جيهن شفيمن. إذن دي كيندر جيهن شفيمن. في الفيديو السابق أخذنا حول هذه الصورة شفيمن جيهن. ولكن عندما نستخدم هذين التعبيرين في الجملة يعني نستبق فعل جيهن في الأول ثم يأتي شفيمن. إذن دي كيندر جيهن شفيمن. دي كيندر ممكن أن نقول دي كيندر جيهن إسن. الأطفال يذهبون للطعام. دي كيندر جيهن شلافن. الأطفال يذهبون للنوم. دي كيندر جيهن أينكوفن. الأطفال يذهبون للتسوق وهكذا. إذن دي كيندر جيهن شفيمن وهذا نقصد به هذه الصورة وهم والأطفال هنا في قمة نشاطهم وأوج متعتهم. نأخذ نمر 5 ونقول Wir fahren mit dem Zug. Wir fahren mit dem Zug. إذن wir نحن الفعل هنا fahren يجب أن يكون يعني في حالة بشكله الكامل لأنه هنا عندنا حالة جمع. Wir نحن. Wir fahren نحن نسافر بأي واسطة mit dem Zug بالقطار. إذا عندنا حرف الجر وهنا عندنا الجار والمجرور ميت ديم توك. أو ممكن أن نقول ميت ديم شيف. شيف هي سفينة. أو ميت ديم بوس أيضا.
لو استخدمنا هنا بدل سوك بوس شتراسنبان سوف تختلفون الارتكل لان شتراسنبان مؤنثة. اوكي لن نقولها حتى لا تختلط عليكم الامور. اذا فير فارن ميت ديم سوك، اين هذه الصورة؟ هذه الصورة هي هنا. اوه الى اين ذهبنا؟ اوه اذا فير فارن ميت ديم سوك، هذه الصورة التي قلنا أن القطار ينطلق من مدينة مونترو السويسرية التي تنطق باللغة الفرنسية، والقطار هنا منطلقا إلى مدينة فيفي أو لوزان وأخيرا إلى جنيف. فير فارن ميت ديم سوك. نأخذ جملة نمبر 6. Ich besuche einen Deutschkurs. Ich besuche einen Deutschkurs. إذن المقصود هنا يعني besuche بما معنى يزور، أنا أزور كورس لغة بما معنى أشارك. هنا يستخدمون فعل besuche للمشاركة في أي كورس، سواء كان كورس لغة أو كورس تعلم موسيقى أو كورس رقص أو كورس رياضة وهكذا. إذن ich besuche einen Deutsch Kurs. Was besuche ich? لو سألت سؤال was besuche ich؟ الجواب ich besuche einen Deutsch Kurs. إذا عندنا أيضا هنا حالة مثل einen Ausflug، إذا حالة الأكوزاتيف، حالة النصب، حالة نصب مفعول به einen Deutsch Kurs، لأن Deutsch Kurs مذكر وبسوخه استخدم فعل besuchen. ich besuche هو يعمل المفعول به أكوزاتيف. ننتقل إلى النمر 7 ونقول دي ميتخن. إذا عندنا هنا حالة الجمع، هنا داس ميتخن فتاة واحدة، هنا دي ميتخن الفتيات. دي ميتخن من شافت، من شافت، من شافت هو فريق. إذا فريق الفتيات، شاهدوا يعني طول هذه الكلمة دي ميتخن من شافت. إذا ما به هذا الفريق؟ دي ميتخن مانشافت شبيلت، يلعب شبيلت. إذا الفعل موجود هنا دي ميتخن مانشافت، فريق الفتيات شبيلت يلعب. ماذا يلعب؟ فوليبال. إذا يلعب فوليبال. ممكن أن نقول دي ميتخن مانشافت شبيلت فوسبال، شبيلت فوليبال. وأين هذه الصورة؟ هذه هي الصورة، الفتيات يقفزون لصد الكرة وإعادتها إلى الطرف الآخر. نأخذ نمر 8 ويعني هذه الجملة عملناها مثل سؤال، وكأننا نسأل يعني الآخر ونقول له surfst du immer im Internet. إذن الفعل جاء في المقدمة ولذلك فإن جملتنا ستكون استفهامية يعني سؤالية. إذا surfst du immer معناها دائما باستمرار. im internet هل يعني تستخدم الإنترنت دائما؟ surfst du immer أو هل تتصفح صفحات الإنترنت دائما؟ surfst du immer im internet. إذن يعني هذا الفيديو مهم لكم جدا، والأسئلة كانت يعني السؤال الأول كان مهما جدا، وغدا نعود معكم إلى يعني الإجابة على السؤال الثاني الذي أيضا له أهمية كبرى، لأننا سنستخدم به جيرن ونيرت جيرن. إذن أتمنى لكم يوما جميلا وإلى اللقاء في الفيديو القادم.